أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات أنها بصدد استثمار نحو 5 مليارات درهم لتعزيز تغطية شبكة الألياف البصرية في أنحاء البلاد بحلول عام 2011. وقال محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة الاتصالات على هامش مؤتمر أبوظبي الاقتصادي إن شبكة الألياف البصرية تغطي الآن نحو 60% من الدولة، وأن المؤسسة تسعى إلى تغطية 90% من الإمارات عام 2011. أهم هذه الأعمال التي تقوم بها اتصالات هو إنشاء شبكة ألياف بصرية تربط الدولة كلها إلى كل منزل وإلى كل مكتب. وبدأنا في أبوظبي، الآن مدينة أبوظبي تعتبر موصلة لكل منزل وإلى كل مكتب بشبكة فايبر أوبتكس الأحدث في العالم. في الدول الأخرى يعني هناك أمثلة عديدة لكن قليلة جدا، أهمها اليابان وكوريا.